كل التحايا لكم مشاهدينا في كل مكان، تحايا خاصة دائما للأسرة من صباح الشروق. نحاول أن نتحدث عن جوانب مختلفة فيما يهم الأسر السودانية في التعليم والصحة وجوانب مختلفة للعمل الإبداعي والمواهب ورعاية المواهب وكيف يمكن أن تؤثر في بناء الشخصية. اليوم بشكل خاص نتحدث عن الأطفال وأغنيات الأطفال وجوانب مختلفة لهذه الأغنيات وتأثيرها في التعليم وفي الثقافة. سعداء أن يكون معنا طارق الأسيد، هو واحد من أصحاب البصمات في هذا المجال. مرحب بك وصباحك خير. مرحب بك يا أستاذة، ومرحب بصباح الشروق، وفعلا شروق والله. مرحب بك، شمسنا طيب ومشرق بك بالتأكيد. نحن خلينا بداية، دائما لما أتكلم عن كل اللي بيعملوا للأطفال بتكون هي في تراكمات للشخصية كده، في مشاهدات المختلفة، في تكوين المختلف، في اختيار طريق الأطفال ده. فلماذا اختار أستاذ طارق طريق الأطفال بشكل خاص؟ والله طبعا طريق الأطفال ده مجال من أصعب المجالات، هو مجال الطفل. ويعني إحنا شربنا الحاجة دي من إحنا أطفال ومن الدورات المدرسية. الزول بيطلع من دورات المدرسية بمواهبه، و يعني بتكون عندك مواهب جميلة بتنميها وبتصغيلها بالإبداعات والارتباط بالطفولة بشكل خاص. والارتباط بالطفولة يعني هي المواهب دي معادي. يعني من إحنا أطفال. من احنا اطفال، وانت في الدورات المدرسيه كان بغني وبمثل للاطفال والعمل مع الاطفال يمكن زي ما ذكرت على قدر ما هو صعب. على قدر ما هو بيلامس الروح كده، وفيه جوانب مختلفه للجمال، جوانب مختلفه يعني. وفي مواقف ذاته طريفه مع الاطفال جد يعني صراحه. فالمهم انا حصلت لي مواقف طريفه من طفل، مشيت لي روضه عشان اشتغل فيها عرض جميل. فلما جيت خاش الطفل جاني جاي عمو طالق، عمو طالق قلت له مرحب. دخلت الفصل بحكي لهم في القصه. الطفل ده مرق وين ما اعرفه. الطفل ده شديد ما ظريف، يعني مواقفه جميله جدا. هذول ده مرق وين انا احترت فيه، شال لكم بتاع رمله جميل، رمله مرطبه كده، شالك ابالي في الجزمه. انا ما ركزت على الجزمه، انا بحكي في القصه للاطفال. والاطفال كلهم مندمجين معي. بعد شوي انت الجزمه قال لك الرمله. قال لي عمو تالك عمو تالك، قلت له في شنو يا اخي؟ قال لي عن جزمتك نظيفه كيف؟ انت الجزمه اللي قلت لك الرمله. وما بالضحك وانا عملت الشخصيه بتاع الطفل طبعا عشان اقدر اجاوب معاه واشوف عاوز شنو هو. لكن طلع ذكي لدرجه انا ذاتي احترت فيها. لفت الانتباه داير اشوف الجزمه دي انا بنظيفها كيف. قمت طلعت المنديل من جيبي الشمال، مسحت الجزمه من الرمله. لما شاف جزمتي نظيفه ومسحتها قال لي امسح لي جزمتي معك. مسحت لي جزمه غيبتها 15 14 يوم، جاني جاي عم طارق انت عندك منديل براك؟ انا ذاتي عندي منديل بتاع جزمه. يا سلام. يعني من الصغير تعلم الطفل النظافه. صح، والنظافه حاجه جميله جدا جدا، والنظافه من الايمان والاخلاق والقيم المختلفه. نعم نعم نعم. ودي نحن دائما بنقول انه مهم انه حتى الاغنيات او المسرحيات والاغنيات ذات للاطفال نسكب فيها الجوانب دي. يعني حتى العرايس ذاته تتكلم عن النظافه في شخصيه كده، الطفل ذاته بيقدر يعيش معاه يعني. ايوه. وحتى الرسوم المتحركه دي اذا توفرت لنا هنا في السودان بنقدر نبدع ونوصل الرساله. حتى العرايس ذاته تكون شكلها يعني جاذب للطفل، ما يكون مخيف، الشكل ذاته يكون جميل والطبيعه تكون جميله عشان الطفل يقدر يتعايش معاه ويجاوب معاه. صح، ويعني دور انه تكون مواكبه وانها جاذبه. نعم. وغيرها من الجوانب. نعم. حنرجع نتكلم عنها. نعم. لكن عندنا اغنيه للاطفال شاهدت شاهده معانا، ونرجع نواصل حديثنا. اغسل وجهي بالماء.
ده جانب من أغنيات قطار الزهور، ويمكن هو واحد من المنتوج للأطفال كان نعم. جاذب وحاطب جازب جدا مجموعة يعني. من الجوائز نعم. ده بيقودنا مباشرة للحديث عن المواكبة، عن الدراسات النفسية نعم. يمكن هو الشكل ده من الأعمال قد يكون هو مميز أيضا للأطفال، مميز بعين ذاته يعني حتى التعبير بتاعه والصور الخلفية بتاعته جميلة جدا، حتى البنت لما تكون راكبه القطار والقطار ماشي بالضبط حاجه روعه خلاص، بيجذب الطفل، حاجه زي دي بتجذب الطفل دائما صح، ولانها قائمه على دراسه يعني نعم. احنا نعم. كنا بنتكلم عن الجوانب دي انه نعم. لازم نحن يعني نراعي الدراسات النفسيه في العمل نعم. للاطفال نعم نعم. ويمكن دي هي جوانب نحن ما قاعدين يعني نعتبرها كثير صح. كثير من الناس بيقوموا بيقدموا منتج للطفل فما بيلقى ردة الفعل الكبيره لانه هو ما يعني ما موجوده له دراسات صح. نفسيه للطفل. وبعدين ثم ثاني حتى الطفل السوداني ذاته بعيد كل البعد من برنامج جنة الأطفال. ليه؟ لأنه الأطفال بيقول لك عندنا تصوير خارجي والطفل هنا محروم. محروم ليه؟ لأنه عنده المواهب، عنده الشجاعة الأدبية اللي بيقدر بيقدم بها فزعة الطفل. نحن الطفل ده ليه ما ندي حقه؟ الطفل ده لأنه بعيد كل البعد من التلفزيون، من برنامج الأطفال، لأنه قاعد في البيت ممكن يجيب طيور الجنة. ايوه دي الجوانب المهمه اللي تحدث عن الجذب، حفظ الغنى بتاع طور الجنه، برغم ان احنا عندنا كلمات جميله جدا جدا وعندنا الحان جميله اللي هو العبقري والدكتور المصغر الملحن يوسف حسن صديق ده اعظم ملحن بتاع اطفال، لكن بنعترف انه نحن القالب الجاذب ده عندنا نعم. فيه مشكلات نعم. يعني مهم انه نحن يعني اللي عايزين نقوله نعم. في الاغنيات وغيرها نعم. نبحث له عن قوالب جاذبه نعم. فزي ما ذكرت يعني جنة الاطفال برنامج عنده بصمته صح. في التلفزيون القومي صح. ومشاهد صح. كان بي يعني صح. على امتداد المقدمين والمعدين وغيره حتى صح. الان، لكن الآن أصبح يعني لأنه أصبحت الفضاءات مفتوحة والأطفال يعني موجود كثير من المواد إذا بيشاهدوها من خلال الموبايل والآيباد وغيره صح. غير الموضوع صح. البحث والقنوات صح. المختلفة صح. فمهم أهمية المنافسة دي وأهمية خلق طرق للمنافسة. طيب أنا أقول لك حاجة، طيب أنا أقول لك حاجة يا أستاذ، البرنامج بتاع الأطفال ده وهو يعني احنا في زمننا كان في برنامج بتاع جنة الأطفال ده يعني صراحة حتى الشعار ده من يخش كده الكبير بيجي قبل الصغير. ليه؟ لأنه كان زي مطرب جماهير صح، وارتبط كان في كراسي وكان في دخول بالبطاقات يعني حتى الأبو ده لما يجي ساق عربيته الطفل جوا فرحان بينطط ليه؟ دار بيتين يصل الاستوديو يصل التلفزيون عشان يحضر برنامج الأطفال، لأنه كان في فقرات درامية، في فقرات علمية، في فقرات يعني فقرات كلها هادفه يعني حتى صح. الطفل ده بيكون قاعد كده بيشوف الطفل بيمثل. ليه؟ انا ذاته ما ابقى ممثل بتغرس فيه الشجاعه وجاذبه ايوه وبيقدر يبدع، لكن ايش وين الطفل اللي بيمثل؟ ما في طفل بيمثل طبعا، ما بنقدر نقول في المطلق ما في. احنا دارين انا بناشد الدوله انه بصفتنا نحن ناس من 79 بنبدع للطفل، دارين الطفل ده ذاته يمثل ودارين برنامج الاطفال يرجع زي ما كان اول. ليه استهدف غرض عزوز؟ لا يا عزوز صح. حتى لو قابلت الدكتور عزوز عبد الباسط سيد علي شخصيا قال لي يا طارق ليه عزوز وقفت؟ الفقره دي ما تتورس، يجيبوا زول بدلي يمثل ويعملوها بطريقه مواكبه يعني قال ما المفروض تقيف يعني كلامه منطقي جدا، اصل الدكتور جراح كلامه منطقي خاصه انها كانت هي جاذبه نعم. وكثير من المشاهدين هتفق. الاطفال ليها أيوة. لكن احنا مهم انه نطور كمان الادوات نطور برنامجنا نحدثها ايوه. البرنامج يعني كبرنامج كان مميز والان يعني نعم. في بعض البرامج الموجوده لكن دائما ما عندنا قنوات اطفال يعني ما بتجد انه في قناه للاطفال، هي دي برضه المفروض تكون في مشكلات صح، وتكون فيديو كليب زي حاجه طور الجنه عشان صارت انبسط صح. اخر عملته كان في قناه كسله وانا يا عسوله ايوه من كلمات هيثم قاسم الحاج دي وجدت قبول جميل جدا جدا وللان بنزل فيها في برنامجه، حتى عملتها كان في جنة الاطفال وعملتها كليب لانه كليب. هو دائما اصبح مؤخرا معروف انه الصوره هي الجاذبه اكثر ايوه. بس عندي حيات اجمل، عندي عمل عن التدخين السلبي اللي هو لا بكون قاعد جنب اولاده ايوه السلبي ده بس الشغل الاطفال صح. والله احنا محتاجين يعني نعمل فيديو كليب للكبار وللصغار وعمل عن النظافه برضه، اعمال كلها هادفه وجميله صح.
وهي دائما المشكله ما قاعد تكون في المحتوى. نعم. يعني نحن قادرين على الكتابه. نعم. قادرين على الموسيقى والالحان. صح. مشكلاتنا دائما بتكون في القوالب اللي بيسكب فيها المحتوى ده. ايوه ايوه. فانه هي يعني ضعيفه بالنسبه. صح. للموجود عالميا. نعم. نعم. ومنافستها ضعيفه. صح. فده انتوا كمختصين يعني وعندكم جوانب مختلفه للعمل في جانب الطفل، مهم انه ترسلوا الرسائل. يعني اليوم صباح هو نافذه مفتوحه ايضا، اذا كان للمسؤول او للعاملين في مجال الطفل المحتاجين له، شنو للمواكبه وللمنافسه؟ شوفي، المحتاجين له اول حاجه الامكانيات الماديه عشان تقدر تعمل عمل جميل ويوصل بصوره كويسه للمشاهد. أيوة. عندنا عمل فاز. أيوه. غنته بيت سورية. أنا محتاجة تخليه الزينة في تموس، هي طفلة. آه. بتغني للكاشف زينة. هاي زينة في تموس غنت بدرش ناي بدر صحيت من نومي. صح. سورية بتذكرها. بعدين العمل ده فاز. بعدين يعني أي عمل بتاع أطفال تنفيذ ببر السودان بتفوز، لأن شغل الأطفال شغل ما سهل وبرا مغيم شغل الطفل. أيوة. دي من كلمات شاعرنا الجميل إسحاق الحلنجي، ولأنه موسيقانا مختلفة يعني. نعم. بتكون عندها بصمات المختلفة. نعم. 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 ويعني حتى في إطار الصورة إذا نحن استثمرنا الموروث الثقافي السوداني. نعم. وغيره ممكن يكون هو برضو عنده بصمته، لكن نحن عندنا مشكلات في جانب المواكبة. صح. ده يعني مهم إنه نزعة لأنه يعني نواكب، وبرضو نزعة للرسوم المتحركة اللي بحبوها الأطفال. يعني عندنا مثلا وردة دي بشاطرة جدا. أيوة. نجحت، جابت ممتاز، فرحانة فرح شديد، وخشت المزرعة تبشر جدا بالنجاح. تخيل معي المنظر ده، وفعلا شال نتيجة، فرحان خشت المزرعة تبشر منه جدا بالنجاح. بتغني بتقول بشار ما فجر لك يا ورد، بشار لقد نجحت بامتياز. كيف نجحت بامتياز؟ كيف؟ لما يجي واجيب اليوم القط يا بشار، ارجوك ان تجتهد مثلي في دروسك. مليون في صعيد سوف اجتهد في دروسي جيدا. اين جدي؟ داخل المزرعه. جدي يا الهي، جدي مريض، درجه الحراره مرتفعه كثيرة جدا، ماذا افعل لجدي؟ ماذا افعل؟ جدي يا الهي. بشار ما سجل لك ورد، بشار أرجوك اذهب إلى الطبيب. وذهب بشار إلى الطبيب وعالج الجد. ماذا فعل الجد بعد ما شفى؟ نشوف عمل شنو لورد وبشار. شكرا لك يا وردة، وشكرا لك يا بشار، لقد أطحت كلام ورد وأتيت لها بالطبيب. جدي أرجوك ترتاح كثيرا، سوف نساعدك أنه ورد في جمع الحصاد. نعم يا جدي، أرجوك أن ترتاح كثيرا. إلى اللقاء يا جدي. إلى اللقاء يا جدي. بشار أرجوك أن تنتبه جيدا إلى وردة. إلى اللقاء يا بشار ورد. حاجة زي دي. صحيح. ويمكن حديثك حتى يعني والاستخدام الصوت في جوانب مختلفة وغيرها. نعم. طيب يقودنا لحديث عن يعني المواهب. كثير من الناس بيمتلكوا الموهبة الصوتية، المقدرات والمهارات على تطويع الصوت لأصوات مختلفة وغيرها، لكن احنا ما بننمي المواهب دي. صح. فبرضو يعني المؤسسات، الجمعيات الثقافية، المهم انه يعني تكون في زاوية لتنمية مواهب الأطفال. ونحن يعني بقينا الدورات المدرسية وقد تكون موجودة أو ما موجودة. لا. فمهم برضو نتكلم في الجانب ده في أهمية رعاية المواهب. طيب نحن عندنا مواقع جميلة مثلا زي النادي العالمي ده، دايما يكون فيه برنامج بتاع أطفال، ودايما يكون فيه غنى بتاع أطفال، مسرح بتاع أطفال. عشان الطفل يقدر يرد الغناء ده ويعرف الغناء. والله في بعض الاغاني بتاعت الاطفال الجميله دي الاطفال ما عارفينها. في حاجات جميله جدا كده الاطفال ما عارفينها. صح. نحن دارين يكون في حركه بتاعت الاطفال، الحداقه الكثيره دي في بلدنا الجميل وطننا الحلو الجميل ده، دارين برنامج يكون يوم ترفيه للاطفال، فيه غناء فيه حاجات جميله.
صح، ده المخرج، لكن انا كلامي عن نعم. يعني كلامي عن الموهبه نفسها، الموهبه يعني عشان متعك. ما تمتلك انه هي الطفل اللي يكون حضوره على المسرح نعم. توظيفه لمهارات الصوت غيره، فده بيحتاج يعني دعم كبير في جانب رعايه الموهبه. طيب انا معك في دي، كلامك كله صح، لكن برضه كمان بتوقف على الاب وعلى الام انه يغرزوا في الطفل الشجاعه الادبيه والابداع الفني، ما اكثر. ايوه، ويعني كمان يعني نتحدث عن الاطفال الان في اطار التفكير، في اطار الخيال، اصبحت عندهم جوانب مختلفه لحضورهم. لا. فنحن يعني جانب الخيال ده اذا كان اطار القصه ما بقت نفس الاشياء هي مدهشه بالنسبه للطفل، صح. ما بقت نفس الاشياء هي يعني جاذبه بالنسبه للاطفال، طيب. فمهتمين يعني جانب مختصين اكثر في جانب العمل للاطفال، صح. وزي ما ذكرنا اهميه وجود اللي ينتجوا للاطفال في مناطقهم، يعني صح. تحدثنا عن المشاهد اللي بيشاهدوها من خلال قنوات او صح. من الانترنت او غيره. ما طبعا في تطوير كبير وفي التغنيه زي ما قلت انت في الموبايلات وفي الحاجات دي، كويس معاك، لكن الطفل بيدور يعني حاجات يعني من يعني حاجات يعني تكون قريبه له وحاجات يعني تجذبه هو ذاته كطفل. تجذبه كطفل، يعني الرساله دي ما سهله حقت الاطفال دي. وعندنا الرواد وعندنا الناس اللي بيكتبوا وعندنا الناس اللي بيبدعوا للاطفال، واي طفل عنده موهبه جد يعني صراحه انا بنصح الاب والام يجيبوا التلفزيون ما يخلوا. بالتاكيد يعني عشان تكون في حركه. التلفزيون وغيره من المساحات نعم. اذا كانت نعم. الانديه او أيوه. المساحات الثقافيه اللي أيوه. هي بترعى المواهب جوا. مهمه جدا يعني. صح. مهمه. انتم في زاويه خاصه اذا تحدثنا نعم. احنا نتكلم عن السيره الذاتيه وارتباطها بالعمل للاطفال وغيرها. نعم. المساحات اللي كنتوا دائما بتزغلوا فيها مواهبكم بتكونوا موجودين من خلالها عشان ما تقدموا للاطفال. يعني كيف يعني الحب لعمل الاطفال والصوت وغيره من يعني تقديم الاغنيات بيحتاج بالتاكيد لصقل الموهبه. صح. كيف كان صقل الموهبه بالنسبه لك بشكل خاص؟ والله يا اخي انا طبعا زي ما قلت لك انا طبعا بحب شغل الاطفال، بحب شغل الاطفال شيء جدا جدا جد يعني صراحه جد يعني بحب شغل الاطفال شديد. وبديت انا قلت لك من الدورات المدرسيه واكتشفنا الرائد المسرحي يحيى شريف طبعا 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 ده استاذي يعني يا سلام جد يعني رجل له يعني كان معانا الحلقه الفايته طبعا ربنا يطول في عمره معانا في زوايا مختلفه عن هو الثعلب الكبير والثعلب الصغير صح بنحييه اكيد اي والله بنحييه طبعا انا كنت بقول يا با يا با ابوي انا يا با يا ولدي يا ولدي طبعا ده هو بنحييه اكيد بنحيي كل اللي بيعملوا في جهود مختلفه للاطفال بتمنى انه نجد رعايه للمواهب المختلفه ان شاء الله ونجد جذب ومواكبه فيما يقدم للاطفال. نحن حنختم معاك باغنيه حتقول لنا الاغنيه شنو كلمات منو الحانه اول حاجه نحيي الدكتور المصغر عبد الملك خليفه ادانا اغنيه ربي ما تحرم بيت من الاطفال قال لي والصيغه فيديو كليب بنحييهم من هنا وربنا يطول في عمر الدول الصحه والعافيه. وحغني اغنيه غنوا للحلوين من كلمات الشاب الجميل هيثم قاسم الحاج، طبعا ابوه شاعر كبير طبعاً. كتب الشعر بتاع كلنا تامين وكتب له عز له غيمه الوالد له رحمه المغفره. نغني لكم غنوا للحلوين من كلمات هيثم قاسم الحاج والحاني ان شاء الله تنال رضا اطفال الحلوين اللي بيشاهدونا، وبهديها لكل الاطفال داخل السودان وخارج السودان، وبهديها للمواليد الجديدين المولوده بتي ميرال ومنيب تيمان. نحن حنسمع معاك الاغنيه بنهديها لكل الاطفال كمان نعم. اللي بيشاهدونا نعم. اليوم، بتمنى دائما حلقه السبت تكون بدايه موفقه ليوم موفق واسبوع موفق للجميع. تفضل. ان شاء الله موفقين دائما يا رب. شكرا لك العافيه. وشروق شمس لا تغيب. تفضل. يا أطفال يا حلوين كل سنة انتو طيبين يوم العيد الكل فرحان نمشي نبارك للجيران نفرح جدا بالعيدية نقول
طيبين يا فال يا حلوين كل سنة انتو طيبين. نجيب لبعض لا هدايا جميلة كلنا نبقى فرحانين نلبس بعض جديد في جديد كبار وصغار مبسوطين. يا أطفال يا حلوين كل سنة انتو طيبين. مبروك العيد العيد عليكم يا حلوين انتو في عينينا. مبروك العيد لكل الناس برضو العيد مبروك علينا. يا أطفال يا حلوين كل سنة انتو طيبين. مبروك العيد لكل الناس برضو العيد مبروك علينا. يا أطفال يا حلوين كل سنة انتو طيبين. مبروك العيد لكل الناس برضو العيد مبروك علينا. يا أطفال يا حلوين كل سنة انتو طيبين. مبروك العيد لكل الناس برضو العيد مبروك علينا. يا أطفال يا حلوين كل سنة انتو طيبين. مبروك العيد لكل الناس برضو